حديث رواه الهيثمي في مجمع الزوائد، ورواه الطبراني وقال رجاله رجال الصحيح، وله رواية عند النسائي في السنن. قال من حديث عبد الله بن عمر قال جلس أبو بكر رضي الله عنه. خلي بالكم معايا، الله يبارك فيكم بالحديث ده بقى، ده السؤال، إجابة السؤال. جلس أبو بكر رضي الله عنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، توفي النبي وأصبح الخليفة هو أبو بكر، فجلس أبو بكر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، فتذاكروا أعظم الكبائر. قعدوا يفكروا إيه هي أعظم كبيرة، أكبر الكبائر إيه؟ تقولك السؤال اللي احنا كنا بنسأله. طبعا هذا فيه إشارة وفيه دليل على أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا إذا جلسوا مجلسا فيما يتكلمون، يتكلمون في أمور دينهم، في الأمور التي تنفع في الدين أو في الدنيا، إنما لا يتكلمون فيما لا ينفع، يتركون ذلك، كانوا يزهدون في فضول الكلام. فلما جلس سيدنا أبو بكر مع الصحابة تذكروا أعظم الكبائر، فلم يكن، خلي بالك مش احنا الوحيدنا بقى اللي ما عندناش علم في المسألة دي، فلم يكن عندهم فيها علم، ولا واحد عرف. سيدنا أبو بكر بيقول لهم ايه أعظم الكبائر؟ محدش عرف خالص. قال عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأرسلوني إلى عبد الله بن عمرو، عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ورضي الله عن أبيه وعن سائر أصحاب النبي، سيدنا عبد الله بن عمرو. طب ليش معنى بالذات سيدنا عبد الله بن عمرو هو يعني الذي أرسله إليه؟ لأن سيدنا عبد الله بن عمرو كان من أعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث. يقول أبو هريرة رضي الله عنه لا أعرف أحدا من أصحاب النبي أكثر مني رواية لحديث رسول الله. سيدنا أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه، هذا الرجل كان أكثر واحد رواية في الحديث عن الرسول. سيدنا أبو هريرة بيقول إذا بيقول لا أعرف أحدا من أصحاب النبي أكثر رواية للحديث، أكثر مني رواية للحديث إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب. يبقى ده العلة، إن سيدنا عبد الله بن عمرو كان عنده كتاب يكتب فيه الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما بقية الصحابة ما كانوش بيكتبوا، كانوا يعتمدون على الحفظ على الذاكرة، إنما سيدنا عبد الله بن عمرو كان يكتب. والكتابة يا إخواني هي قيد العلم، كما قال القائل أيها الطالب علما إيت حماد بن زيد فالتمس حلما وعلما ثم قيده بقيد، قيد اللي هو الايه؟ الكتابة، كتابة العلم. لما يعرف معلومة يروح يدونها، تدوين يذكر الإنسان بما تعلمه. قال فأرسلوني إلى عبد الله بن عمرو رضي الله عنه فسألت، سألوا قال له الصحابة بيسألوك إيه أعظم الكبائر؟ فقال فقال عبد الله بن عمرو بن العاص قال إن أعظم الكبائر شرب الخمر، صلى الله عليه وسلم على النبي. قال إن أعظم الكبائر إيه؟ شرب الخمر. قال فرجعت إليهم فذكرت لهم ما قال فأخبرتهم، قال فأنكروا ذلك زي ما احنا أنكرنا كده، واحد قال الشرك بالله والثاني قال عقوق الوالدين، ايه شرب الخمر تيجي فيهم ايه يعني؟ فأنكروا ذلك ووثبوا إليه جميعا، قاموا راحوا له كلهم، ها عشان يقولوا انت بتقول ليه كده، فوثبوا إليه ايه؟ الحمد لله ما حدش وثب إليه، ووثبوا إليه جميعا. سبحان الله. ويا اخوانا العلم ده بحر، صح؟ مش احنا قلنا في قصه سيدنا موسى عليه السلام مع الخضر او الخضر، ها لما وقف العصفور على السفينه واخذ بمنقار، قال علمي وعلمك في علم الله مثل ما اخذ هذا العصفور من هذا اليم، يعني احنا علمنا ولا اي شيء في علم الله سبحانه وتعالى. الانسان اذا سئل عما لا يعلم يقول لا اعلم، واحنا احسن من اصحاب النبي، مع أصحاب النبي هم الحديث بيقول فلم يجدوا عندهم به علم، مفيش كان ما كانوش يعرفوا ايه هي أعظم الكبائر، ما عندهمش نص في ذلك، ما حدش كان عارف. إنما احنا بقى دلوقتي يعني بعض الشيوخنا كان بيقول ايه؟ كان بيقول في ناس
بيسأل مثلا عن 100 مسألة يفتي في 110، يعني مش بيفتي مثلا في 90 ويفتي في 10 لا أدري، لا هو سأل عن 100 يفتي في 110، بيألف 10 كمان ويفتي فيه عشان الناس تقول عليه هو العالم، يعني الجهبذ العالم العلامة والحبر الفهام والكلام ده كله. لا يا عم، لا قل لا أدري. يروى عن الإمام مالك بن أنس رضي الله عنه أنه سئل في 36 مسألة، تقريبا 36 مسألة سئل فيها، فأفتى في 6 وقال في 30 لا أدري. وبعدين كلمة لا أدري دي كلمة غالية ومحدش هيقولها إلا المتواضع اللي بلغ العلم منه مبلغ، اللي بيخاف إنه يكذب على الله وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني كان شيخنا أستاذنا الدكتور طلعت عفيفي نسأل الله له الصحة والعافية، كان أستاذنا عنا في الجامعة يعني، فكان يقعد كنا في الحكاية دي وقول إن في ناس ما تعلموش أبدا، ها، وكل اللي عمله إنه قرأ له كتاب ولا حاجة ويعمل نفسه عارف كل شيء. فكان بيقول دايما احذروا من هؤلاء، احذروا من هؤلاء. بقول مرة واحد كان يعني بداية التزامه كده، فقرأ له كتاب ولا حاجة وقال أنا شيخ، فمش بالشارع ما واحد صاحبه، فكل مش بالشارع يبص على واحدة جميلة جدا، في نساء طبعا حلوين يعني بيلفتوا الأنظار، فكل ما يشوف واحدة جميلة يدقق النظر إليها ويقول ها اللهم يا من أحسنت خلقي أحسن خلقي. فالأخ الثاني قال له تعم عمال كل ما تشوف واحدة في الطريق عمال تبحلق، ما تفر غض البصر. قال له اسكت يا جاهل. ها قال له ايه؟ قال له ما قرأت حديث النبي اذا نظر احدكم الى المرأة فليقل اللهم يا من احسنت خلقي احسن خلقي. قال له الله يخرب بيتك، ده المرآة يا راجل، ها المرآة مش المرأة. فالصحابة ما كانوش كده ابدا، كان اذا سئل عما يعلم افتى، واذا سئل عما لا يعلم يقول لا اعلم، لا يدعي العلم ابدا. فسيدنا عبد الله بن عمرو وثبوا اليه جميعا، قالوا ماذا تقول؟ تقول ان شرب الخمر اعظم الكبائر؟ قال نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، الحجه بتاعته بقى، يقول كان في بني اسرائيل ملكا، في راجل ملك كان ملك في بني اسرائيل، اخذ رجلا عابدا، الملك الظالم خذ رجل ايه؟ عابد، رجل طيب، فخيره بين أن يشرب الخمر أو يقتل صبيا أو يأكل لحم خنزير أو يقتلوه إن أبى. قال له قدامك حاجة من أربعة، يا تشرب الخمر، يا تقتل هذا الطفل، يا تأكل لحم خنزير، ها، يا إما نقتلك. فالراجل فكر إيه أخف حاجة فيهم أعملها؟ لا، قال أشرب الكأس. قال شرب الكأس الخمر دي أسهل حاجة فيهم، هم ليه؟ هم الأربعة. فشرب الخمر، قال النبي فلما شرب الخمر لم يمتنع عن شيء أرادوه منه، خلاص لعبت الخمر برأسه فقتل الصبي وأكل الخنزير. ها، وفي رواية عند النسائي أن يسجد للصليب أو يزني بامرأة، برضو في رواية ثانية الحديث. الشاهد في الحديث أخواني إن العقل أغلى شيء عند الإنسان، صح؟ أغلى شيء في جسم الإنسان ده كله هو العقل، فهو ميزان الجسد. ولذلك كان من الضروريات الخمس التي جاء الإسلام لحفظها حفظ العقل، في حاجة اسمها الضروريات الخمس اللي جاء الإسلام لحفظها، وهي الدين والنسب والعرض والمال والعقل. والله سبحانه وتعالى حرم شرب الخمر، يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، فاجتنبوه لعلكم تفلحون. يبقى شرب الخمر يا أخواني كبيرة من الكبائر، بل وتعد من أعظم الكبائر شرب الخمر. طب شرب الخمر ده اللي يشرب الخمر عقابه في الإسلام إيه؟ قال لك عقابه في الإسلام الجلد، يجلد. قضى النبي صلى الله عليه وسلم بجلد شارب الخمر 40 جلدة، وقضى عمر بن الخطاب رضي الله عنه بجلده 80 جلد. ولذلك أهل العلم لهم رأيين في المسألة دي، هما متفقين إن حده هو الجلد،